فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان عنده قسوة في قلبه، فأي الأمور التي تلين من قسوة القلب؟ لا أحسن ولا ألزم من القرآن الكريم، هو الذي يلين القلوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يلين القلوب هو القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك مجالسة الصالحين والاستماع للقرآن والاستماع للوعظ والتذكير، هذا مما يلين القلوب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما هو حال السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في استقبال هذا الشهر العظيم؟ كيف كان هديهم وكيف كان سمتهم ودلهم؟ الأمر الثاني معالي الشيخ: كيف يكون استعداد المسلم لاغتنام هذه الليالي التي هو الآن يعيشها وهذه الأيام؟ الاستعداد العلمي بمعرفة أحكام الصيام ومعرفة المفطرات ومعرفة أحكامه مهم، وبعض الناس يغفل عن هذه الأشياء فلا يتفقه في أمر الصيام، وأيضا لا يتفقه الفقه الواجب في أمر الصيام، فلو ينبه الشيخ حفظه الله على هذا الأمر. شكرا لكم، جزاك الله خير. حال السلف في هديه. بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وفيما نبهت عليه من هذين السؤالين العظيمين. السؤال الأول: حالة السلف في شهر رمضان. حالة السلف كما هو مدون في الكتب المروية بأسانيد الثقات عنهم، أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل أن يدخل، يسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان لما يعلمونه فيه من الخير العظيم والنفع العميم. ثم إذا دخل رمضان يسألون الله أن يعينهم على العمل الصالح فيه. ثم إذا انتهى رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فكانوا يجتهدون في العمل ثم يصيبهم الهم بعد العمل، هل يقبل أو لا يقبل، وذلك لعلمهم بعظمة الله عز وجل، وعلمهم بأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله من الأعمال. فكانوا لا يزكون أنفسهم، يخشون من أن تبطل أعمالهم، فهم لها أن تقبل أشد منهم تعبا في أدائها، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكانوا يتفرغون في هذا الشهر كما أسلفنا للعبادة، ويتقللون من أعمال الدنيا، وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله عز وجل، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ويحضرون المصاحف ويتدارسون كتاب الله عز وجل. كانوا يحفظون أوقاته من الضياع، ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم، بل كانوا يحفظون أوقاته الليل في القيام والنهار في الصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير،
ما كانوا يفرطون في دقيقة منه أو في لحظة منه إلا ويقدمون فيها عملا صالحا. هذا عن السؤال الأول. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أحسن الله إليكم. أبو ريان له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول عن الأسباب المعينة على تقوية الإيمان إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، كيف يقوي إيمانه؟ نعم، الأسباب التي تقوي الإيمان الطاعات بأنواعها. الإيمان يزيد بالطاعة، فإذا أراد أن يقوي إيمانه فعليه بالإكثار من الطاعات وتجنب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، وكذلك تلاوة القرآن أو الاستماع لتلاوة القرآن هذا مما يزيد في الإيمان. فالأعمال الصالحة كلها تزيد في الإيمان، فعليه أن يكثر من الطاعات وأن يتجنب السيئات، وعليه بمجالسة الصالحين وصحبة الصالحين، فإن هذا مما يزيد في إيمانه. وعليه أيضا أن يتفكر في آيات الله عز وجل القرآنية ويتدبرها، فهذا مما يزيد في إيمانه. وكذلك يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله الكونية يستدل بها على عظمة الله وقدرته سبحانه، فيزيد هذا من إيمانه. التفكر في مخلوقات الله وتدبر آيات الله القرآنية كل هذا مما يزيد في الإيمان. وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ أحاديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها. فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط، يدور اللي يصلح له. لو اللي قايله من أجهل الناس أو من أضل الناس حتى، المهم أنه يافق هواه ورغبته. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يجوز تنقصهم والحط من قدرهم كما يفعل بعض المتعالمين وبعض الجهال وبعض المغرضين الذين ينالون من أهل العلم ويتكلمون فيهم ويحذرون من بعضهم أو يحذرون ممن خالفهم، كل من خالفهم يعتبرونه مخالفا ومبتدعا فيحذرون منه، وهذه علامة شر وعلامة ضلال وعلامة هلاك. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، هذه إحدى الأخوات تقول: ما هو علاج الهم والحزن والضيق والكرب؟ علاجه بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الورد في الصباح والمساء، وأهم من ذلك كلها المحافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء يلجأ إلى الصلاة، إذا أهمه شيء يفزع إلى الصلاة، فريضة أو نافلة يلجأ إلى الصلاة وبها يستريح بإذن الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول ما شاء الله تبارك الله؟ هذا شيء طيب، ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا شيء طيب. نعم.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أحسن الله إليكم. يقول السائل إننا نرى بعض المنكرات، وإذا أنكرنا هذه المنكرات يقوم بعضهم يطلب الدليل، وإننا لم نحفظ الأدلة ولكن نعرف أن هذه منكرات، فما الواجب علينا؟ كيف تعرف أنها منكرات وأنت ما تعرف الدليل؟ ما تعرف ما يمكن أنك تنكر إلا إذا كان عندك أدلة على هذا. ولهذا يجب التعلم، يجب على الإنسان أنه يتعلم قبل أن ينكر وقبل أن يدعو إلى الله، يتعلم أولا. فإذا رأيت من أحد شيء ترى أنه مخالفة تقول له يا فلان أنا أخشى أن عملك هذا أنه منكر وأنه مخالفة، فعليك أنك تسأل أهل العلم لتتأكد من ذلك. تقول له اسأل أهل العلم، أنا أخشى إن عملك هذا أنه ما هو صحيح وأنه مخالف، فعليك أنك تسأل أهل العلم. فإن كان فيه دين وفيه خير فسيحرص على سؤال أهل العلم، وإن كان ما فيه دين فأنت بلغته ونصحته بقدر استطاعتك، نصحته بأنه يراجع أهل العلم ويسألهم عن عمله هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل ويقول: لا يخفى على معاليكم ما تمر به مصر الآن من المحنة والفتنة، فما هي نصيحتكم لعموم المسلمين في مصر ولطلبة العلم في هذه البلاد؟ هذه فتنة، والمسلم يتجنب الفتن ويبتعد عنها ولا يتكلم إلا بما فيه خير للجميع، يتكلم بما فيه خير للجميع مما يطفئ الفتنة ويكف الشر عن المسلمين. وإذا لم يستطع هذا ما يستطيع أنه يصلح بين المتقاتلين، فعليه أن يمسك وأن يتجنب الفتنة. ولكن الدعاء، باب الدعاء مفتوح، يدعو للمسلمين في كل مكان، يدعو لأهل مصر وغيرهم أن يفرج الله عنهم. على شباب المسلمين أن يقبلوا على تعلم العلم النافع الذي يميزون به بين الحق والباطل، ولا سيما يميزون به بين من يكفر ومن لا يكفر من أهل الجرائم وأهل الذنوب، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. لا يجوز لهم أن يتكلموا حتى يتعلموا، يتعلمون قبل أن يتكلموا. فإذا تعلموا العلم النافع فإنهم يتكلمون على بصيرة وعلى إنصاف وعدل،
أما إذا تكلموا بغير علم فهم على خطر عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قيدوا ألسنتكم أيها الشباب وأيها المسلمون عن هذه الأمور، لأننا الآن في زمان فتنة وخوف، الآن نحن في زمان فتنة وفي زمان خوف وجهل وأهوى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن. وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أريد أن أبدأ الدعوة إلى الله بقدر أريد أن أبدأ الدعوة إلى الله بقدر الإمكان، فماذا تنصحون؟ ما تدعو إلى الله إلا بعلم، تعلم أول، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا تستطيع هذه الأمور إلا بالتعلم، تعلم قبل أن تدعو. نعم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط، أنا سلفي، أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو، والله ما أدري، لكن أنا سلفي. نقول: إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف، ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، فإذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تتكلم بغير علم، لا تتسلق العلم من غير أبوابه، لا تأخذ العلم من غير أهله، لا تكتفي بالكتب تطالعها تزعم أنك صرت عالم، تحفظ ولا تفقه، ما يكفي الحفظ، لازم من الفقه والمعرفة. فهذه طريقة ضالة وهي طريقة أهل الزيغ، نسأل الله العافية. فعلى شبابنا وفقهم الله، عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجلسوا إلى أهل العلم ويستمعوا منهم ويأخذوا العلم عن أهله، لا يأخذونه من أفهامهم ومن كتبهم ومن أشباههم من الذين لا يعلمون. لو هدانا الله لهديناكم، سيقولون هذا يوم القيامة، لو هدانا الله لهديناكم. يا إخوان، تنبهوا لهذا، تنبهوا لهذا، وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل. وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ أحاديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها، فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس
إنما يريد اللي يصلح له فقط، يدور اللي يصلح له. لو اللي قاله من أجهل الناس أو من أضل الناس حتى، المهم أنه يافق هواه ورغبته. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز؟ يعني عندك فراغ، ما لك شغل إلا متابعة القدم وما أدري وشو. المسلم وقته ثمين، ما ينبغي أنه يضيعه في المباريات والمسلسلات والأشياء الهابطة التي لا تفيده في دينه ولا في دنياه. يحفظ وقته فيما ينفعه وما يفيده. كونك تنام أحسن من كونك تشاهد المباراة. تنام ترتاح، تقوم تصلي آخر الليل، أحسن لك من أنك تشاهد شيء ما فيه فائدة ويأخر عليك النوم ويكسلك عن صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: هل من كلمة مباركة توجهونها لأبنائكم وإخوانكم طلاب العلم في الأمة الإسلامية جمعاء؟ نعم، كلمة: نوصيكم بتقوى الله والمواصلة طلب العلم والحرص على ذلك والعمل بما علمكم الله والدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس ما تعلمتم، وترك التشاحن الذي الآن حصل بين طلبة العلم، تشاحن والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم. احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. إذا كان فلان عنده خطأ فناصحه بينك وبينه، أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ، ألا يوجب هذا نشر؟ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب المودة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم
لا سيما مع العلماء، احترام العلماء وعدم التوصية ببعضهم والتحذير من بعضهم، هذا سبب أسرارا كثيرة، سبب تشاحنا وتباغضا، وسبب فتنة. تجنبوا هذه الأمور جزاكم الله خيرا، وكونوا كما أراد الله سبحانه، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمن. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى. لا تصيرون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم، من يبقى للأمة؟ العوام ما عليهم شرع، شرع على طلبة العلم اللي يصلحون بين الناس، اللي يعلمون الناس. اتركوا هذه الأمور، هذه التشاحنات وهذه المهاترات وهذه الخصلة الذميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. لا تطيع هؤلاء، تكون عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة. إن أدركتم عليه خللا فناصحوه. إذا ثبت هذا، لا تصدد الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح. ما نقول اتركوا الخطأ، لا، أصلحوا الخطأ، نقول أصلحوا الخطأ، ما تتركون الخطأ لكن تصلحونه بالطرق الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من تونس يقول: ما الشروط والضوابط التي تسمح لطالب العلم أن يقوم بإلقاء الدروس والدورات العلمية في بلده، حيث إن البلد الذي نحن فيه لا يوجد فيه علماء؟ بلغ ما تعرف، ما تعرف من العلم انشره وبلغه للناس، وأما الأمور التي لا تعرفها ولم تتوصل إليها فلا، أمسك عنها. نعم. أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال: هل من كلمة مباركة توجهونها لأبنائكم وإخوانكم طلاب العلم في الأمة الإسلامية جمعاء؟ نعم، كلمة: نوصيكم بتقوى الله والمواصلة طلب العلم، الحرص على ذلك، والعمل بما علمكم الله، و
والدعوة إلى الله عز وجل تعليم الناس ما تعلمتم وترك التشاحن الذي الآن حصل بين طلبة العلم، تشاحن والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم. احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. إذا كان فلان عنده خطأ فناصحه بينك وبينه، أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ، فلا يوجب هذا نشر. للذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب المودة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، لا سيما مع العلماء، احترام العلماء وعدم التوصية ببعضهم والتحذير من بعضهم، هذا سبب أسرارا كثيرة، سبب تشاحنا وتباغضا وسبب فتنة. تجنبوا هذه الأمور جزاكم الله خيرا، وكونوا كما أراد الله سبحانه، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمان. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى. لا تصيرون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم، من يبقى للأمة؟ العوام ما عليهم شرع، شرع على طلبة العلم اللي يصلحون بين الناس، اللي يعلمون الناس. اتركوا هذه الأمور، هذه التشاحنات وهذه المهاترات وهذه الخصلة الذميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطيعوا هؤلاء، تكون عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة. إن أدركتم عليه خللا فناصحوه. إذا ثبت هذا لا تصدد الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح. ما نقول اتركوا الخطأ، لا، أصلحوا الخطأ، نقول أصلحوا الخطأ، ما تتركون الخطأ لكن تصلحونه بالطرق الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معرفة الحق بدليله، وهذا هو المطلوب من طالب العلم، لا يقتصر على مجرد الاستيعاب والحفظ، وإنما
يعرف مستند المسائل وأدلة الأقوال ويرجح بينها، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ هذا هو العلم.